السلام عليكم طلاب الصف الأول المتوسط. اليوم عندنا موضوع جديد من مواضيع اللغة العربية، المفعول به. المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه تأثير فعل الفاعل. المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه تأثير فعل الفاعل. نأخذ مثال: يكتب الطالب واجبه. يكتب هنا الفعل، يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل هو الذي قام بالكتابة. من هو الفاعل؟ الطالب هو الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما المفعول به فهو واجبه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. المفعول به هو الذي وقع عليه تأثير فعل الفاعل. نكمل إعراب واجبه. قلنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. الجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به. نأخذ مثال: حرث الفلاح الأرض. حرث فعل ماض مبني على الفتح، الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الأرض هو هذا موضوعنا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نأخذ فد ملاحظة مهمة تقول هذه الملاحظة إنه يجينا المفعول به أما يكون اسم ظاهر أو يجينا ضمير متصل. إذا المفعول به في الجملة أما يكون اسم ظاهر موجود بالجملة وواضح، مثل هسه الأرض، وعدنا مثل واجبه، هنا أجانا ظاهر موجود المفعول به، أو يجينا ضمير متصل. من الضمائر المتصلة اللي نعربن في محل نصب مفعول به، هذه الضمائر نحفظها، هي الكاف والهاء والياء. هذه الضمائر من أشوفها زين أعربها في محل نصب مفعول به. نجي مثل الكتاب ينفعك. شلون أعرب؟ الكتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ينفعك، ينفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ينفع، والكاف هذه الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. نوب أرجع أقول والجملة، بما أنه عندنا مبتدأ إيش أقول؟ أقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. نفس الحالة إذا اتصل عندنا الهاء، ونفس الحالة إذا الياء، نفس الإعراب. زين، من أشوف الكاف والهاء والياء أقول هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. علامات نصب المفعول به، ما هي علامات نصب المفعول به؟ عندنا أول علامة من العلامات هي الفتحة إذا كان الاسم مفرد أو جمع تكسير. زين، ينصب المفعول به بالفتحة. نأخذ مثال: رأيت الطالب في الساحة. رأى فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الطلاب أو الطالبة يكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفي حرف جر، والساحة اسم مجرور بحرف الجر الفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. نأخذ مثال ثاني: يحترم محمد الطلاب. شوفوا، أخذنا في حالة المفرد، هنا مفعول به مفرد الطالب، هنا المفعول به جمع تكسير طلاب.
نعرب من البداية، يحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن أول علامة من علامات المفعول به هي الفتحة. عندنا العلامة الأخرى الألف. الألف إيش وقت؟ إذا كان المفعول به من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة عندنا أبو، ذو، فو، حمو، أخو، هذه كلها أسماء خمسة. زين، تنصب بيش؟ بالألف. يعني شاهدت أباك في المسجد. شاهد فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، وفي المسجد جار ومجرور. علامة أخرى هي الياء. الياء تجينا بحالتين، إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. شوفوا قرأت كتابين، شوفوا أشوف النون مكسورة، هاي مثنى. كتابين، كتابين شنو أعربها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كرم المدير الناجحين، شوفوا النون هنا مفتوحة، هذا يا شنو معناها؟ شنو نوعه؟ هذا جمع مذكر سالم. كرم فعل، فعل ماض مبني على الفتح، المدير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ناجحين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. نجي ناخذ العلامة الأخرى هي الكسرة بدل الفتحة. وين سامعين الكسرة بدل الفتحة؟ سامعيها بموضوع جمع المؤنث السالم. كرمت المدرسة الطالبات. طالباتي هنا، شوفوا هنا قبل طالباتي كرمت، هذه التاء كرم فعل ماضي، التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. هنا الفاعل، والطالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ظلت عندنا فائدة أخيرة، بس قبل الفائدة نرجع نعيد إعادة سريعة. علامات نصب المفعول به هي الفتحة إذا يجينا مفرد أو جمع تكسير، والألف إذا كان من الأسماء الخمسة، والياء في حالة إذا كان المثنى أو جمع مذكر سالم، والكسرة بدل الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالم. فائدة أخيرة وموجودة بالكتاب، اسم مفعول به اسم وقع عليه فعل الفاعل، يكون منصوب بالفتحة إذا كان اسما مفردا أو جمع تكسير، ومنصوبا بالألف إذا كان من الأسماء الخمسة، ومنصوبا بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، ومنصوبا بالكسرة بدل الفتحة إذا جاء جمع مؤنث سالم. ظلت عندنا ملاحظة أخيرة، ملاحظة يقول تقول بيها أدنى المفعول به يجينا أما قلنا اسم أو ضمير. الضمير يا أما يجينا ضمير متصل أو ضمير منفصل. الضمائر المنفصلة اللي ينعربون مفعول به، يعني أقول عليها ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به، هي إياك، إياي، إياه، إياكما، وإياكم، وإياهم. هنا يعرب، مثلا أخذ مثال، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هنا أعربها ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. خلصنا موضوع المفعول به، ظل عندنا تقويم اللسان. عاطل عن العمل أم عاطل من العمل؟ شوفوا الأصح نقول عاطل من العمل، هذه أصح
ما يصير نقول عاطل عن العمل، نقول عاطل من العمل. عندنا الأخرى، سني مكسور أم سني مكسورة؟ هنا الأصح أقول سني مكسورة، لأنه سني للمؤنث، ولا تقول سني مكسور. خلصنا شرح المفعول به، أريد تكتبون التمارين وتحلوها.